بالتعاون مع نادي الطيران الشراعي السوري وشركة أجنحة الشام للطيران، أقامت شركة فيبرس باراموتور فعالية بعنوان لامس سماء سوريا على الكورنيش البحري لمدينة طرطوس وسط حضور فعاليات رسمية وأهلية. الهدف من إقامة الفعالية أنه سوريا تنبض بالحياة وننشر صورة حلوة للطيارين الأجانب اللي جايين أنه يشوفوا بلدنا سوريا ويشوفوا قديشها حلوة، وننشط السياحة وخاصة بكل محافظات سوريا ومحافظة طرطوس. هي دليل وحركة رمزية لأنه سوريا إرادة الحياة فيها قوية وحتبقى وحتستمر. نحن وين فينا نقدر نساوي حركة تثبت للعالم كله أنه الشعب السوري مصر على الاستمرار بالحياة، هو شعب بحب الحياة، شعب عنده تاريخ بالحضارة، حتى على مستوى الرياضات اللي عالمية صارت موجودة عنا وقادرين نعمل لسه أكثر من هيك. شارك في العرض الأول طيران من اليونان وإسبانيا بالإضافة لتسعة طيارين من عدة دول، سيقدمون عروض طيران خلال 10 أيام. طبعا الشعور بيعبر عن نفسه، عم بيقول لك يعني ما في داعي يعبر عن شيء، كان كل شيء تمام، طيران ممتاز، استمتع جدا وبشكر الترحيب اللي لقاهم بشكل كتير كبير، مبسوط جدا من التجربة. هي أول مرة بيجي لسوريا وحابب كان يجي لسوريا لأنه في علاقات بين الشعب اليوناني والسوري عريقة. التجربة ممتازة، خصوصا غروب الشمس كان منظر رائع جدا، بكرة كمان تعشوفونها. تأتي هذه الفعالية بهدف المساهمة بكسر الحصار المفروض على سوريا من عدة دول، وأن إرادة السوريين أقوى من الجميع.